جددت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لتصريح الولايات المتحدة واليابان بأن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر في المنطقة. الخارجية الصينية حثت واشنطن وطوكيو على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن خلق أعداء وهميين، كما حذرت من أن تأسيس الولايات المتحدة للقضايا الاقتصادية والتجارية يقوض النظام الاقتصادي الدولي. قبل ذلك وخلال ختام اجتماع وزاري أمريكي ياباني، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أهمية التحالف مع دول الإندو باسيفيك لمواجهة التحديات التي تمثلها بعض الدول كالصين وكوريا الشمالية. Today we remain deeply concerned by China's coercive behavior in the Taiwan Strait and in the waters surrounding Japan. We're also deeply concerned with North Korea's provocations toward Japan and its neighbors. And we condemn Russia's cruel, unprovoked, and unjustifiable war of choice against Ukraine. Facing these challenges, our alliance remains the cornerstone of peace and security in the Indo-Pacific and beyond. And I'm encouraged by the work we're doing with our partners like Australia and the Republic of Korea. أوستن أكد على التزام بلاده بالدفاع عن اليابان بما يشمل الردع الأمريكي الموسع الذي توفره مجموعة كاملة من القدرات التقليدية والنووية كذلك الأمر. I want to take just a moment to highlight the two defense arrangements that we'll be signing at the conclusion of this meeting. First is a research, development, testing and evaluation memorandum of understanding. This document will increase our partnership on advanced technologies such as hypersonic defense, autonomous systems for complementary teaming with fighter jets. Second is the security of supply arrangement. Now this will increase cooperation between our respective defense supply chains. هذا ويستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في زيارة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بشأن مسائل رئيسة منها تغير المناخ والتقنيات الحساسة وصولا إلى المجموعة الرباعية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. زيارة كيشيدا تأتي عقب توسيع البلدين لمعاهدة الدفاع المشترك في مسعى منهما لمجابهة الصين. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا من القاهرة السيد عامر تمام الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الصينية. أهلا بك معنا سيد عامر. إذا برأيك كيف ستنظر الصين إلى هذا النوع من التقارب سواء على الصعيد العسكري ربما حتى التجاري أو حتى فيما يتعلق بالتكنولوجيا، تكنولوجيا أشبه الموصلات وغيرها، كيف ستنظر الصين إلى هذا التقارب الياباني الأمريكي؟ بكل تأكيد هو تهديد كبير للأمن القومي الصيني. اليابان لها تاريخ عدواني مع الصين خلال السنوات الماضية. اليابان خاضت حرب اليابان الأولى والثانية ومذابح نانجينغ والكثير من الذكريات السيئة في واقع الأمر تجاه الشعب الصيني. فسعي الولايات المتحدة إلى إحياء الجانب العسكري وإزكاء الصراع مرة أخرى ما بين اليابان والصين هو تهديد في واقع الأمر للصين بشكل مباشر. الصين لا تمثل تهديد حقيقي عسكريا لليابان لأن الصين لم تكن ذات مرة يعني قوة عدوانية أو قامت بأي شكل من الأشكال بالهجوم على دول مجاورة، ولكن الصين تشكل تهديد لمكانة اليابان اقتصاديا وسياسيا خاصة في ظل الصعود الكبير الذي تشهده المنطقة. فبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تستغل هذا الصعود في أن تزكي نوع من التهديد في داخل الحكومة اليابانية، وخاصة أن كيشيدا لديه استعداد لذلك. هناك تغيير في استراتيجية الأمن القومي، وهناك زيادة في الإنفاق الدفاعي، وهناك أيضا توسيع للتحالف العسكري ما بين البلدين في واقع الأمر. لا يصل هذا التحالف سيد عامر بما أنك أشرت له هناك نوع من تغيير في الاستراتيجية اليابانية في التعامل مع السياسات الدفاعية، ولكن ماذا عن أيضا فيما يتعلق بالأعمال التجارية؟ هل يمكن لليابان أن تضع علاقاتها التجارية مع الصين في خطر مقابل أن تضع عقوبات متناسبة ومتساوية مع العقوبات الأمريكية فيما يتعلق تحديدا بموضوع أشبه الموصلات بما أنه أيضا دائما يعود ويطفو إلى السطح؟
في واقع الأمر على الرغم من وجود صراع كبير ووجود مشاكل كبيرة ما بين الولايات المتحدة والصين وحتى اليابان والصين، إلا أن الأمور التجارية تأخذ مسار مختلف عن هذا الصراع. الأمور التجارية تحكمها المصالح المتبادلة ما بين الطرفين. اليابان لديها مصالح مع الصين، والصين لديها مصالح مع اليابان. هذه المصالح تحتم عليهم استمرار التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري ما بين الطرفين، ولكن على الناحية الأخرى هذا لا يمنع وجود تنافس أو صراع عسكري بدأ يظهر في الوجود، خاصة في ظل الخطط التي يتم الحديث عنها من نشر قوات أمريكية جديدة أو استبدال القوات الأمريكية في أوكيناوا، أو حتى نشر قوات أمريكية وصواريخ أمريكية في مجموعة جزر نانسي القريبة للغاية من الصين، وهو يمثل تهديد كبير للصين. كل هذه الأمور ربما الصين تفكر أو تسعى للرد عليها، وهذا في النهاية سيصب في مصلحة وجود سباق تسلح كبير في منطقة المحيط الهادئ والهندي في ظل التواجد الأمريكي الكبير، وفي ظل حالة اليقظة العسكرية اليابانية التي ظهرت مؤخرا. طيب، بما أنك أيضا تحدثت عن موضوع اليقظة اليابانية العسكرية، هناك أيضا من يشير ويتحدث إلى أنه اليوم اليابان تعطي مساحة أكبر للولايات المتحدة بأن تضع قوات عسكرية في تلك المنطقة، قد تكون أيضا منبعا لمواجهة أو دعم تايوان ومواجهة الصين بالتالي. إلى أي مدى يمكن لليابان أن تخوض في هذا الصراع وأن تذهب إلى هذا الحد بالمواجهة مع بكين، في مقابل يعني أشخاص آخرون يقولون بأنه ما تفعله اليابان هو نوع من التصعيد الحذر وتحاول فقط يعني الموازنة أو الاستفادة من المنافسة الصينية الأمريكية، ما رأيك؟ لا، أنا أختلف مع هذا الطرح. أتفق تماما مع أن اليابان ستشارك وستكون عنصر فعال في حال وجود مواجهة كبيرة بين الولايات المتحدة والصين. اليابان لديها صراع عسكري في بحر الصين، لديها صراع على جزر في بحر الصين الشرقي مع الصين. اليابان هي المستعمر، كانت تستعمر تايوان في السابق قبل أن تعود للصين، وبعد ذلك أن يعني تنفصل أو تصل إلى هذا الوضع الذي هو عليه الآن. فبالتالي اليابان لديها رغبة ولديها هدف استراتيجي بعدم عودة تايوان إلى الصين، لأن عودة تايوان إلى الصين سيشكل تهديد خطير للموقع الاستراتيجي ولمصالح اليابان العسكرية والاستراتيجية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في حال ما عادت تايوان وتم توحيد الصين بشكل كبير، ستصبح أو سيتم الإعلان عن وجود قوى عالمية كبيرة هي الصين في هذه المنطقة، وهو ما يؤثر على وضع اليابان. لذلك أعتقد أن اليابان ستكون طرف في أي صراع عسكري بحكم اتفاقية التحالف الموقعة بين البلدين، بحكم وجود قوات عسكرية أمريكية في على الأراضي اليابانية، وهي بالتالي بكل تأكيد ستتدخل عسكريا ضد الصين، فبالتالي سيكون هناك رد صيني على الأراضي اليابانية. أعتقد أن أي صراع عسكري ستتورط فيه اليابان وربما كوريا الجنوبية إلى جانب الولايات المتحدة في مقابل الصين وكوريا الشمالية وربما دول أخرى مثل روسيا. السيد عامر تمام، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الصينية، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.